الانطلاق بطل العام الماضي على ميدان الأحلام وصاحب الإنجازات بأشواط الفئة الأولى في ميدان المذبح وفي ميدان اللد عز الخيل ابن نمر الميادين المعروف بريق عبيان والأم هي الأسطورة الراحلة منتجة الأطفال نيهال بنت الأبيض لأول مرة على صوته المهندس ابن الصحراء سلمان الاعسم بانتظار الفارس حماد حجرات ليعتلي صهوة سير المبين